اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان، معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانيه. الحقيقه يسعدني اليوم ان انزل الكتاب الثالث في سيريس اليو اس ام الاي كويز ريفيو للمعادله الامريكيه ستيب 2 سي كي، والاسئله متنوعه بتكفر الماده من كذا زاويه زي ما هتشوفوا، واختبروا نفسكم. هي بتستبلش الكي فاكس جوه البرين والهيومن ميموري بطريقه افكتيف، تستخدم تكنيكس معينه للليرنينج بروسيس، وان شاء الله تعجبكم قوي. متاحه مجانيا، والرابط ايه اسفل هذا الفيديو، ارجو نشرها على اوسع نطاق عشان جميع اللي داخلين المعادله من طلبتنا ودكاترتنا ايه يستفيدوا منها كمراجعه سريعه بجانب مذاكرتهم ايه التقليديه. اهلا بكم.